إذا عندنا أحد الفور في عندنا إشي اسمه canonical four. واحد منهم اسمه controllable canonical four. canonical forms هي أشكال معينة ممكن أحول الترانسفير فانكشن. إحنا قلنا ترانسفير فانكشن ما إلها شكل واحد، يعني حتى لما بطلع state space model لسيستم ما ممكن أحوله من شكل لآخر، هم نفسهم equivalent. بكون الـ A مختلفة عن الـ A والـ B مختلفة عن الـ B والـ C مختلفة عن الـ C، بس السيستمز هم نفس السيستم، بقدر أحطه بأشكال مختلفة لكن هو بيمثل نفس السيستم. فالـ state space model is not unique، فيه له أشكال كثيرة بقدر أحول من شكل للتاني. فاهمين علي شو قصدي؟ الـ A1 والـ B1 والـ C1 والـ D1 بيمثلوا السيستم، وكمان ممكن أحطهم في A2 B2 C2 D2 بيمثلوا نفس السيستم بس لهم شكل آخر، بقدر أحول من شكل للتاني. أحد الأشكال اللي بتهمنا هو الـ Controllable Canonical Form. Canonical Form يعني في أشكال محددة ثابتة بقول حطه في هذا الشكل المختلف. رح نطلع اليوم شو هو الـ Controllable Canonical Form، كيف شكله كـ State Space، ورح نبدأ بالـ Transfer Function. فرح أبدأ بسيستم Y of S على U of S، ورح أستعمل هون أنا الترمينولوجي تبعت أوغاتا. الكتب الكنترول المختلفة بتستعمل conventions مختلفة، بس أنا رح أستعمل، رح أعتبر أنه هذا السيستم nth order هلا. في كتب بتبدأ بشكل مختلف بس هذا الشكل رح نحط فيه إلى هون لحد ما نوصل n n minus 1 s to the 1 زائد n a n s to the s to the 0 يعني 1. وبعدين هون عندي رح يكون b نوت s to the n زائد b 1 s to the n minus 1 لحد ما أوصل هون في النهاية b n s to the 0 bn minus 1 s to b. okay. ايش هاي بتمثل؟ ترانسفير فانكشن. كم انبوت وكم اوتبوت؟ 1 انبوت 1 اوتبوت. فعندي هذا بمثل الترانسفير فانكشن او اللابلاس ترانسفورميشن لسيستم في له انبوت y of t، عفوا اوتبوت y of t وانبوت u of t. ماشي الكل فاهم هاي؟ نعم. درست البسطه درست المقام هلا حطينا الحاله العامه، هلا رح نحكي عنها. هذا مش مش بروبر فراكشن، ممكن ابسطه من هون. اوكي. فعندي هذا بمثل كأنه سيستم من هون، والسيستم هذا إله U of T وإله هون Y of T، وإحنا طلعنا transfer function. هاي فعليا هي differential equation أصلها، مش هيك؟ مش هاي differential equation إلها n order، لأن لو ضربت U of T yes في هدول راح تكون كأني عمالي باخذ ال nth derivative ل U مضروب في factor زائد ال n minus 1 derivative ل U بيساوي ال nth derivative ل Y الى اخره. اوكي. واحنا بسطنا، لو كانت معامل اس ان مش واحد بقدر اقسم كل شيء عليها، مش هيك؟ فاخذنا حالي خلصنا حالنا من واحد من الكونستانتس اللي موجوده هون. ماشي الكل فاهم هاي؟ اوكي. هلا بدنا نتخلص من بي بي نوت. فبدنا نتخلص من بي نوت رح نقسم البسط على المقام. مش بقدر اعمل هيك، اخذنا احنا الحاله العامه. شو بتمثل على فكره بي نوت بتعرفوا؟ كي الجين. الجين اللي هو ايش بيطلع بالستيت سبيس موديل؟ هذا بيطلع الدي. هذا هو الدي. اذا في علاقه مباشره ما بين الانبوت والاوتبوت، دايركت ترانسميشن ماتريكس متذكرينها؟ اذا في علاقه مباشره هي البي نوت. معظم الحالات راح يكون بي نوت زيرو، فراح يكون الاوردر تبع النيوميريتر اقل بواحد او اكثر من الاوردر تبع الدينومينيتر. اوكي. هاي بتمثل ديفرنشال ايكويشن، سنجل انبوت سنجل اوت. اذا نحاول هذا نحطه الان في كنترولبل كانونيكال فورم. اللي راح نعمله الان راح اقسم البص، مش بقدر اقسم النيوميريتر على الدينومينيتر. اوكي. فلو جينا قسمنا لهون راح ناخذ بي نوت اس تو ذا ان، او خليني احط مساحه اكثر عشان نقدر نقسمهم. راح اقسم الاثنين على بعض، راح ناخذ هلا بي نوت اس تو ذا ان زائد بي 1 اس تو ذا ان ماينس 1 لحد ما اوصل بي ان ماينس 1 اس تو ذا 1 زائد هون بي ان، واقسم هذا على هذا عشان اتخلص من بي نوت من هون اللي عندي هون اس تو ذا ان زائد ان اس ان ان ماينس 1 لحد ما اوصل اي ان ماينس 1 اس تو ذا 1 زائد هون اس. لو قسمت الان هاي على هاي شو راح تعطيني؟ بي نوت. راح يكون عندي الكوشنت هو بي نوت،
والريميندر راح يطلع معي هون مش هيك؟ نضرب بي نوت اس تو ذا ان، بعدين عندي هون هلا بي نوت في اي 1 مش هيك؟ زائد بي نوت في اي 1 اس تو ذا ان ماينس 1، واخر شيء راح اوصل هون راح يصير عندي بي نوت في اي ان ماينس 1 اس تو ذا 1 او اس يعني زائد بي نوت في اي ان. شو راح اعمل الان؟ ماينس 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 ماينس، هذه راح تشطب مع هاي. ايش راح يصير الان معامل اس ان ماينس 1؟ بي 1 ماينس اي 1 في بي نوت زائد بي 2 ناقص اي 2 في بي نوت اس ان ماينس 2، الى ان يوصل بالاخر بصير عندي بي ان ماينس 1 ماينس اي ان ماينس 1 مضروبه في بي نوت في اس ناقص لازم عندي ناقص مش هيك؟ ناقص هاي ناقص هاي ناقص هاي، واخر شيء بصير عندي هون بي ان ماينس اي ان بي نوت. اذا شو صار هلا الفراكشن الجديد؟ صار او ال واي اوف اس على يو اوف اس بتساوي بي نوت. مضبوط؟ مش هذا؟ نعم. ما في ناقص لانه داخلها بصير بي 1 ماينس دكتور هي ناقص 2 كمان لحد بتعمل 2 هاي بتصير بي 1 ماينس اي 1 هذا ناقص هاي ماينس مضبوط وهاي بلس وهاي بلس مش هيك؟ مش هيك مضبوط هيك؟ هلا هاي صارت بي نوت زائد انا هون راح يرجع معي نفس الفراكشن تحت اي 1 اس ان ماينس 1 لحد ما اوصل في النهايه اي ان ماينس 1 اس تو ذا 1 زائد اي ان. هلا فوق راح يصير عندي لاحظوا هو عباره عن بي 1 ماينس اي 1 في بي نوت بي اي ماينس اي اي في بي نوت، فبصير عندي هون هلا بي 1 ماينس اي 1 بي نوت في اس ان ماينس 1 زائد بي 2 ماينس اي 2 بي نوت في اس ان ماينس 2 لحد ما اوصل في النهايه بي ان ماينس 1 ماينس اي ان ماينس 1 في بي نوت في اس زائد بي ان ماينس اي ان في بي نوت في واحد، وهاي تحت عندي هيها جاهزه. فانا حولت هذاك اللي كان زي امبروبر فراكشن حولته لبروبر فراكشن من هون، فصار الاوردر هون اقل من الاوردر هون واعطاني بي نوت. هذا سنجل انبوت سنجل اوتبوت، ايش الدايمنشنز تبع الدي؟ اذا ستيت سبيس موديل هلا اذا نسيتوها تذكروا زي هيك ان في ان n في i j بي n j بي i هذه d هذه c هذه b هذه a. قديش الدايمنشنز تبع d؟ 1 input 1 output 1 مش هيك؟ اذا d شو بتساوي؟ وهي سكيلر ها؟ اوكي الكل فاهم شو يعني d بتساوي b نوت؟ في علاقه مباشره ما بين الانبوت والاوتبوت بغض النظر عن الستيتس. الاوتبوت بيساوي بي نوت في دي زائد شيء مضروب في اكس بس في علاقه في دايركت ترانسميشن ماتريكس مش هيك اسمها الدي؟ دايركت ترانسميشن ماتريكس هي طلعت بي. طبعا اذا هذا الاوردر تبع هذا اقل من الاوردر تبع هذا بي نوت راح تكون زيرو، ما فيش عندي دايركت ترانسميشن ماتريكس. بس هاي الحاله العامه اذا عندي يعني اذا كانت الان اوردر ديفرنشال ايكويشن هاي فيها واي y to the n y مشتقه للقوه n و مشتقه للقوه n الانس ديريفاتيف تبعت التي ان. اوكي ماشي الكل واضح هاي؟ هلا هذه راح احولها للشكل التالي، راح اعتبر انه هذا الشكل هو y داش اوف s، فراح افترض انه y هات عفوا y هات اوف s بتساوي راح يعني واضح فاهمين كيف؟ راح اقول انه y الان y اوف s بتساوي b نوت في يو اوف اس زائد هاي اللي موجوده هون. فهلا راح احط هاي على جنب البي نوت وراح اركز على القطعه هاي اللي موجوده هون. راح افترض انه هذا هون بيساوي واي هات اوف اس على يو اوف اس، فبتصير هذه بتساوي 1 ماينس بي 1 اي 1 بي نوت عفوا في اس ان ماينس 1، وبضل ماشي هون لاوصل اقل قيمه اللي هي بي ان ماينس اي ان بي نوت على اس ان بلس اي 1 s to the n minus 1 لحد ما اوصل اي ان. انا ما تخلصت من شيء خليته هون بس حطيت هذا على جنب. هلا الاوتبوت عندي الاوتبوت النهائي شو راح يكون؟ y of s.
بس y of s شو بتساوي؟ بتساوي y hat of s زائد b not في u of s. نرسمها هون، أحطها هون على الأوتبوت. آخر إشي لما بطلع y of s أو y of t بس عملت هيك عشان اريح حالي، ماشي؟ الكل فاهم هاي؟ فاهمين شو عملنا هون؟ y of s شو بتساوي؟ y hat of s اللي هي هاي زائد b نوت، b نوت اللي هي d يعني مضروبه في u of s. اوكي؟ هلا رح اشتغل اركز على هاي، هلا نشتغل على هاي، ما غيرنا شيء، ما خسرنا شيء، ماشي؟ الكل واضح فاهم؟